طبعا الأمر لا يعني ليس بحاجة إلى إجابة. فهذه الميليشيات منذ 4 سنوات دائما تسعى إلى التصعيد. نحن اليوم نتحدث عن عمليات تحشيد، عن زراعة ألغام، عن حفر خنادق وأنفاق، عن مهاجمات الجيش الوطني، عن تدمير المؤسسات، عن قصف منازل، عن تدمير، عن قتل المواطنين، عن استمرار الخروقات، عن وضع إنساني سيء. كل هذه الأمور الميليشيات هي من تسببت فيها، وهي اليوم يعني ترفع من معاناة أبناء الحديدة في هذا الأمر. هذه الميليشيات بالأمس وقعت على اتفاق للتهدئة ولم يدم حتى 48 ساعة حتى بدأت عملية التصعيد. والغريب أن مارتن يأتي ويتحدث عن تقدم كثير، عن تقدم كبير واختراق مهم. وأعتقد هنا أنه خان التعبير، كان عليه أن يقول أن هنالك تعنت كبير ويعني خروقات مهمة وليس العكس. اليوم نحن نتحدث عن ميليشيات تسعى إلى إفشال يعني تفاهمات السويد بشكل عام وإفشال ما تم الاتفاق عليه في الثلاثية. ماذا في يد الشرعية إذا أن تفعل الآن إذا كان الأمور متعطلة بشكل متعمد يعني من قبل هذه الميليشيات فيما يتعلق بتفاهمات ستوكهولم أقصد، ولكن بنفس الوقت الميليشيات تصعد عسكريا وتقوم بحفر مرة أخرى يعني طريق إمداد حربي لمنطقة الحديدة والمناطق المحيطة بها؟ هي تحضر للحرب. لذلك نحن نقول على المجتمع الدولي أن يعي اليوم إن صبر الحكومة اليمنية قد نفذ، وإنها لن تستمر يعني مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني. نحن فعلا كنا في وقت سابق بدأنا يعني ندرس عملية تعليق العمل باتفاق ستوكهولم أو السويد. لذلك أعتقد أنه أول أمر بالنسبة لنا أننا نعلق العمل بهذه الاتفاق ونبدأ بالتفكير جديا في الحسم العسكري، لأن الحكم